بعد الأوقات الممتعة يلي أدوها المشتركين وصلنا للتحدي الثالث بسهرتنا، تحدي بيطلب مهارات عالية بالتسديد. اللاعبين عليهم أنه يسددوا ركلات حرة. اللاعبين رح يسجلوا رح يكون عندهم فرصة أنه يسددوا الكرة على قميص رونالدينيو يلي عم بيتحرك. إذا أحد اللاعبين صاب القميص وأدى لإسقاطه بيفوز بالتحدي وبالقميص مع توقيع ساحر البرازيلي. أول لعيب اليماني من فلسطين. جاهز يماني؟ التحدي الثالث راح ينطلق في هذه الأثناء، ولدينا الآن المشترك اليماني هو من سيبدأ هذا التحدي. نتابع الكرة الأولى واليماني يتقدم، ينجح بالكرة الأولى. برافو يا يماني، كان مميز من خلال اللعبة الماضية. آه لعبة جميلة من اللاعب اليماني. أما اللاعب الثاني فهو مني من المغرب. ولدينا الآن مني من المغرب يتقدم. التركيز مطلوب من اللاعب مني، وبالتالي كل لاعب لديه محاولة واحدة فقط. راح تتابع مني والتصويبة يهدرها وراحت على مني الذي لن يحظى بالتصويب على قميص رونالدينيو. اللاعب الثالث ميلي من الجزائر. ويتواجد الآن لدينا اللاعب اسميلي، وهو من يظهر في الصورة. اسميلي اللاعب الجزائري يتقدم وأمام الحائط، وبالتالي هو في غاية التركيز. لعيب 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 يا اسميلي. التحديات صعبة، التحديات مثيرة في هذه الليلة. أما اللاعب الرابع فهو قاسم من لبنان. لدينا قاسم آخر اللاعبين. الله يا قاسم، يا لعيب يا قاسم، حط الكرة الماضية في المرمى وبالتالي نجح. ومني هو الوحيد اللي خسر من خلال هذا التحدي. الآن هنا دور يماني في التسديد على قميص رونالدينيو، لا ينجح في الكرة الأولى. الكرة الثانية الآن للاعب اسميلي، والكل يتمنى والكل يمني النفس في أن يصيب قميص رونالدينيو اللي موقع عليه، واللي اللاعب اللي راح يستلم اللي راح يصوب عليه كانت بعيدة وراحت. ورونالدينيو يتابع المشتركين، هو الضيف في هذه السهرة. واللاعبين يحاولون، وقاسم ايضا بتضيع عليه. الان الدور على اليماني. كمان يماني، كمان. والكل يتمنى، لكن الان التركيز مطلوب. اليماني بيصوب، التصويبة لم تكن محكمة. سلقادو بيتابع المشتركين والكل على اعصابه، وبالتالي اللاعبين يعيشون ضغوطات نفسية. هذا هو اسميلي. اسميلي يتقدم واسميلي يحاول ان يصيب الهدف، لا يصيب الهدف، راحت عليه. رونالدينو الان في حديث مع سلقادو، لكن الان لدينا قاسم من لبنان. قاسم يتقدم، قاسم يحاول، قاسم فعلها وأصاب الهدف. قاسم كان مميزا في هذه السارة. لاحظ فرحة اللاعب، فرحة اللاعب قاسم لا توصف. رونالدينيو يحييه، رونالدينيو يشجع، ويستاهل، استاهل قاسم، لأنه كان الأفضل من خلال هذا التحدي المثير وهذا التحدي الصعب على المشتركين. مبروك للاعب قاسم حصوله على قميص رونالدينيو.